ليت الرأي العام كان هو المؤثر في اتخاذ القرارات. يعني ليس علينا أن نعول كثيرا على تغير الموقف الأمريكي من مما يحدث حولنا الآن. ما فيش حاجة يعني دلوقتي في هذه الحرب قبل ما يحصل انتخابات الأمريكية. وأعتقد أن نتنياهو بيحاول أن هو بيمد إطار العمليات العسكرية إلى وقت معين، الحين وصولها إلى شهر نوفمبر أو حتى نصل إلى انتخابات أمريكية. حينها لا يستطيع رئيس أمريكي أن يتحدث في هذا الموضوع، ثم يأتي رئيس آخر في شهر يناير، فالفترة طويلة، ويمد أجل الحكومة الحالية إلى والدعم الأمريكي مضمون. هو أنا مش محتاج من أمريكا إلا الأسلحة والمعدات، ودي غير قابلة للانقطاع وغير قابلة للتوقف تحت أي ظرف من الظروف. يعني في فترة يعني تخيلنا أنه سيكون هناك يعني توجه عادل نحو منطقتنا بالنسبة لأمريكا، لكن واضح هذا يعني بشكل واقعي غير موجود في العلاقات الدولية. ما فيش عدالة في منطق القوة. كانت في مقولة زمان كده، ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، ما فرض بالقوة لا يمكن أن يتم حله إلا بغير القوة. على الدول العربية وعلى الدول الإسلامية إن أرادت أن تصبح لها كلمة، أن تفرز قرارها أو تنفذ قرارها، أن تكون لها قوة. قد تكون قوة اقتصادية كما حدث في 73، أو قوة عسكرية أيضا كما حدث في 73، أو قوة ضغط من أي ناحية. في العالم الغربي بشكل عام، وهنتكلم مثلا عن أمريكا بشكل خاص، دائما يقال أنه دافعي الضرائب لهم سطوة في اتخاذ القرار. هل هذا حقيقي؟ محاسبة المحاسبية جزء أساسي من أي نظام ديمقراطي. والمحاسبية تعني إنفاق الأموال بشكل مسؤول، وأن يتم الكشف عنها وعن مصادرها وكيف تم إنفاقها وغير ذلك. لكن في جماعات الضغط اللي موجودة في الولايات المتحدة، وإسرائيل على رأس الأكبر عدد من جماعات الضغط موجودة بالنسبة لإسرائيل، أيضا نواب المجلس، هو الشعب لا يفرض لا يحاسب إلا من خلال النواب، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وهؤلاء لهم مصالح ولهم ضغوطات معينة. فهي مقولة أيضا دافع الضرائب، يعني هي مقولة تتصدر، لكن في نهاية الموضوع أنت لا تستطيع أن تفرض رأيا بدون قوة. القوة الحقيقية الموجودة لدى الناخب الأمريكي أن يسقط نائبا أو يسقط شيخا من الشيوخ، لكن ما فيش أكتر من كده. لكن هناك الميزانية الأمريكية من الكبر، بحيث أنها بتسمح بكثير من المعونات لكثير من الدول رغم عدم رضا. يعني ما فيش أمريكي بيقبل أو بيبقى راضي عن إرسال أموال إلى أي دولة. واستطلاعات الرأي العام التي قاست، وأنا عملتها على مصر وعملتها على بعض الدول الأخرى، اتجاهات الرأي العام نحو تقديم المساعدات إلى مصر، وجدت نسبة كبيرة جدا من الشعب الأمريكي رافض، حتى بالنسبة لإسرائيل رافض. فالمواطن الأمريكي تجاه الفلوس هو عنده اتجاه رافض، ما على اعتبار أنها يعني فلوسه أو نقود فلوسه. لكن هل ده يترجم إلى سياسات تؤدي إلى منع؟ لا تؤدي إلى ذلك. هي وسيلة ضغط، الولايات المتحدة بتبررنا وسيلة ضغط لفرض بعض الشروط، قد تكون في مجال حقوق الإنسان، قد تكون لضمان ولاء بعض الجماعات، قد تكون لتحقيق بعض الأشياء، لكنها في النهاية بيتم تبريرها ويتم التجاوزها في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. طب في أي دولة يعني عادة ما يكون هناك ما يسمى بالنخبة السياسية؟ في أمريكا من النخبة السياسية؟ وما تأثيرها أيضا على اتخاذ القرار؟ هو القرار الأمريكي من التعقيد، لأن في 500,000، لدرجة أن هم بيقولوا أن الرئيس الأمريكي هو موفق بين مفاوضين كثر. فإحنا عندنا جماعات الضغط بتمثل النخبة، المراكز البحوث والتفكير الموجودة في الولايات المتحدة، الأحزاب السياسية الكبيرين، الحزبين الكبيرين قد تكون أيضا من النخبة الأمريكية اللي موجودة. هناك أيضا الأساتذة المرموقين في بعض، فإحنا ما نقدرش، اللجان المختلفة، الولايات المتحدة فيها أكبر ناس حاصلين على جائزة نوبل فبالتالي هي كتيرة جدا. وفي كل قرار بيتم اتخاذه هناك استشارات كثيرة، وهناك مداولات، وهناك لجان. يعني لو حضرتك شفتي أي سيناتور أو أي ممثل عنده مكاتب استشارية وعنده أشياء اللي هو أقل درجة من الرئيس أو أقل درجة، ففي مراكز تفكير وفي مراكز
بحوث كتيرة جدا، كل دي بتشكل النخبة السياسية مع عدد سكان 400 مليون بطوائف مختلفة بتنوعات مختلفة. أعتقد أن هو بيبقى فيها النخبة السياسية متسعة ومتنوعة وعميقة. يعني أحيانا بتكون النخبة السياسية متسعة لكنها مسطحة، في بعض الدول النخبة السياسية مسطحة ولا تستطيع أن تفرض واقعا، ولا تستطيع أن تقدم أطروحة أو تقدم فكرة معينة يمكن لكن النخبة الأمريكية وراء كل نخبة وراء كل نوع من النخب دي مراكز بحوث متخصصة